عملية التخارج خلال 3 سنوات والمجالات اللي هيتم فيها التخارج مجالات تقيلة قوية. طيب هل ستستطيع الحكومة خلال ال3 سنوات أن يتم هذا التخارج؟ الموضوع مش سهل. مش سهل يعني خليني يعني أنا لأنه سؤال حضرتك مهم جدا. دكتور علي يعني معلش إحنا عشنا عمرنا كله أنا بابا وماما الدولة هي اللي قايمة بكل حاجة بكل حاجة فإن أنا أبتدي حتى لو القطاع الخاص لي دور وحتى لو بيشتغل مع الحكومة في حاجات كتير لكن في الأول وفي الآخر مين؟ الدولة. لكن لما أجي أقول التخارج بقى خلال 3 سنوات باستثمار ممكن يكون مش استثمار مصري بس واستثمار أجنبي دي عملية مش سهلة. عشان كده لازم الدولة تحافظ على أدوارها الأساسية في النشاط الاقتصادي، توجيه ورقابة ومشاركة. لو الدولة يعني حافظت على ال3 أدوار دول هتقدر إن هي بحجم استثمارات ممكن يكون أقل مما كان عليه لكن هتقدر إن هي تحافظ على استقرار النشاط الاقتصادي. زيادة مساحة الاستثمارات من جانب القطاع الخاص مش معناها تقليل من دور الدولة. الدولة في الأول وفي الآخر هي منظم للنشاط الاقتصادي تقدر عن طريق الأدوار ديت إن هي تحافظ على الحماية الاجتماعية للمواطن وتقدر إن هي تحافظ على مصالح ومكاسب الدولة. لكن إحنا بنتكلم على إزاي إن إحنا نبتعد عن مفهوم المزاحمة أو مفهوم إن الدولة هي اللي بتكون بتعمل كل حاجة وده وضع أكيد صعب وأكيد وضع حتى الحكومة أعلنت إن هي ما تقدرش طبعا إن هي تستمر. فكرة إن هي 3 سنوات هي فترة على فكرة مش كبيرة ده فترة قليلة جدا في ظل التحديات المستمرة اللي احنا شايفينها على الصعيد الدولي لكن أعتقد إن مع لغة الحوار اللي احنا شايفينها ومتابعينها بشكل جيد مع المستثمرين المحليين مع المستثمرين العرب واحنا يمكن شفنا عديد من الاتفاقات الفترة السابقة شايفين تعاون بشكل كبير مع عديد من الدول اعتقد ان احنا نقدر بإذن الله ننجح لان الدولة قطعت شوط كبير جدا الفترة اللي جاية. اتمنى بس ان الجزء الخاص بشركات قطاع الاعمال العام وصانع الدولة ان فعلا عمليات التقييم بالنسبة لها تكون بالشكل اللي يحافظ على مصالح الدولة ان عملية حتى مشاركة القطاع الخاص في هذه الشركات والمصانع ان قبل بس ما يتم تقديمها للقطاع الخاص يبقى بالشكل اللي فعلا يحصل يعني ان فعلا اصول دي كانت حققت مكاسب كبيرة جدا للاقتصاد المصري خلال عقود سابقة. صحيح وانا عايزة بس اقول كلمة في الاخر انه الوضع الاقتصادي العالمي او النظام الاقتصادي العالمي يحتم على الدولة على أي دولة الآن أنه يبقى فيه حاجة زي وثيقة ملكية الدولة والتخارج يعني خلاص إحنا ضمن نظام اقتصادي بيتغير بشكل جديد هذا الشكل اللي إحنا كنا ماشيين به اللي هي الدولة هي اللي ماسكة كل حاجة خلاص ما بقاش موجود حتى في أكتر الدول الاشتراكية والشيوعية. صحيح صحيح. دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد.